بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم محمد تسأل وتقول: هل من الضروري إزالة شعر الإبط أو الرجلين أو اليدين بعد انقضاء 40 يوما حتى وإن كان الشعر خفيفا لا يستدعي إزالته؟ جزاكم الله خيرا. أما إزالة الشعر من الساقين أو من الذراعين فهذا أمر مباح، إن شاءت أزالته وإن شاءت تركته. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، بل من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، وهي المستمعة خيرية محمد. الأخت خيرية لها عدد من القضايا، في أحدها تقول: أقوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء بالتسبيح وقراءة القرآن في خلوة وحدي، وأترك زوجي وعائلتي، مع أن زوجي يغضب من عملي هذا ويتضايق ويريدني أن أتسامر معه، فهل أطيعه فيما يريد أو أستمر في التسبيح وقراءة القرآن ولا أبالي به؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أن تشتغل بالتسبيح والتكبير وتغضبي زوجك الذي يريد أن تحضري معه وأن تتحدثي معه، لأن طاعة الزوج واجبة، وأما التسبيح والتكبير والذكر فهذا مستحب، فلا تقدمي فعل المستحب على الواجب، أو ترتكبي ترك الواجب لأجل تحصيل أمر مستحب. على كل حال أطيعي زوجتي واحضري، لأنه يأمرك بشيء مباح لم يأمرك بمعصية، فطاعته واجبة، وربما يكون في ذلك مصالح من التفاهم على بعض الأمور أو المشاورات، ولو على الأقل الاستئناس والأنس بعضكما ببعض، لأن هذا من مقاصد الزواج. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من الأنس ومن السكن بين الزوجين، المحادثة والمجالسة والتحدث والمشاورة في بعض الأمور. أما الاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلوات فهذا من المستحبات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما أقوم بصبغ شعر رأسي بالحنة أضع عليه المنديل، وعند الوضوء أمسح على المنديل، مع أنه لم يسبق أن توضأت قبل وضع الحنة، فهل صلاتي ووضوئي صحيح؟ وإن كانت صلاتي غير صحيحة فهل أعيدها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تمسح على المنديل، ولا في هذا عن مسح الرأس، فتكون قد تركت فرضا من فروض الوضوء، فعليها أن تعيد الصلاة التي مسحت فيها على المنديل بدلا من مسح الرأس. وإنما أجاز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي شدته على رأسها وأدارته تحت حنفها، فهذا هو الذي يمسح عليه بالمشقة لنزعه، ولأنه يشبه العمامة للرجل التي جاء شرع بمشروعية المسح عليها. ولهذا قال الفقهاء لما ذكروا المسح على العمامة قالوا: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أما المنديل وشبهه من الأغطية أو الخمار أو غير ذلك مما يكون على الرأس، الخمار غير المدار تحت الحلق، فهذه لا يجوز المسح عليها. فإن كانت مسحت على المنديل وصلت فإنها تعيد الصلاة لأن وضوءها غير تام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة أتوضأ وأصلي قبل الأذان الثاني، فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة فهل أعيدها؟ صلاتك غير صحيحة لأنها قبل الوقت، لأن الوقت إنما يدخل بالأذان الثاني الذي عند دخول الإمام، إلا إذا كان
الأذان الأول كما هو في بعض البلدان يؤخر إلى دخول الوقت فالصلاة صحيحة. أما إذا كان الأذان الأول للجمعة يقدم في وقت طويل لأجل أن ينتبه الناس لصلاة الجمعة ويقبلوا على الاستعداد للصلاة فإن هذا لا يصلى عليه لأنه قبل دخول الوقت. أما إذا كان الأذان الأول كما يفعل في بعض البلاد من تأخيره إلى دخول الوقت وقبيل حضور الإمام فهذا لا بأس أن يصلى عليه لأنه بعد دخول الوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أقوم بأعمال البيت المختلفة المضطرة وبتعب وأثناء الصلاة أصلي وأنا جالسة دون قيام فهل صلاتي صحيحة؟ القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع القدرة، لا تصح صلاة الفريضة إلا بالقيام. قوله تعالى وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما إن لم يستطع فقاعدا. فالقيام مع الاستطاعة ركن من أركان الصلاة الفريضة لا يجوز تركه، ومن صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته غير صحيحة. أما المريض والعاجز عن القيام فلا بأس أن يصلي جالسا، وكذلك في النافلة، النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا ولو كان مستطيعا للقيام لأن النافلة أوسع من الفريضة. النافلة يجوز أن يصليها الإنسان وهو قاعد سواء كان قادرا على القيام أو غير قادر، لكن إذا كان قادرا على القيام وصلى النافلة جالسا فله مثل نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل كشف الوجه أمام غير المحارم ولا سيما إذا كانت المرأة تضع الكحل في عينيها يعتبر جائز أو لا؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لأنها مأمورة بالحجاب، والحجاب معناه أن تستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. وآكد ما في جسم المرأة من زينتها وجهها، آكد ما في جسم المرأة من زينتها وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن محل النظر وهو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها، فالفتنة فيه أعظم سواء عليه كحل أو لم يكن عليه كحل، الواجب أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو أبو عبد الرحمن عبد الله من الجمهورية اليمنية، يقول نحن أسرة كبيرة تتكون من أخوة وأبناء عمومة كثيرين، تتكون من حوالي 300 فرد صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى، وهم جميعا عند جد واحد، وقال ولقد تم حوار فيما بينهم وأقر ما يلي. أولا تخصيص مبلغ شهري على كل فرد يتم تجميعه لمساعدة من يحتاج من المشتركين فيه إذا حصل له مرض أو حادثة لا سمح الله أو أي عوارض أخرى يحتاج إلى مساعدة. ثانيا تحديد مهر للنساء كحد أقصى لأبناء الأسرة، أي أي واحد يريد الزواج من الأسرة من بنات أعمامه لا يزيد على الحد الأقصى وهو 60,000 درهم. أرجو أن توجهونا هل ما فعلناه صحيح، علما بأن بعض الأفراد في هذه الجمعية لا يصلي، توجهونا جزاكم الله خيرا. أولا الذي لا يصلي لا يجوز أن يدخل في جمعيتكم لأنه على غير دينكم، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، فيجب أن تقاطعوا هذا الشخص حتى يقيم الصلاة ولا يدخل معكم في جمعية ولا في اتفاقية ولا في زواج ولا في غيره حتى يقيم الصلاة. أما قضية الجمعية التي ذكرتم لأنه يدفع كل شخص مبلغا من المال وإذا احتاج أحد من المشتركين يعطى من هذا المال، هذا لا بأس به إذا كان هذا الأمر اختياريا من غير إلزام، إذا كان الأمر اختياريا من غير إلزام لأحد فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ما دام أن هذه الحاجة التي يدفع إليه من أجلها ليست محرمة يعني من الحوائج المباحة فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون وأيضا ليس فيه إلزام. وأما تحديد المهور إذا لم يكن
يكون فيه ظلم للنساء، يعني كان هذا المبلغ معتدلا ليس فيه إجحاف في حق الرجل وليس فيه ظلم للمرأة في نقصها عن مهر مثلها، واصطلحتم على ذلك على بأس بذلك، لأن هذا من أيضا من التعاون على البر والتقوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يحدث عندنا هذا العمل، هل هو صحيح أو لا؟ ذلكم أنه في يوم عيد الأضحى تؤخذ الضحية وتغسل، يغسلها المشتركون فيها، ومن ثم يقام بذبحها، هل هذا العمل صحيح؟ ثم إن ذلك يتم مع التكبير، جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير صحيح، وغسل الأضحية قبل ذبحها لا داعي لذلك، وليس هذا مشروعا. وإذا كان تعتقدون أن هذا من العبادة أو من المشروع فهو بدعة، الحاصل أن هذا غير مشروع، والتكبير عنده أيضا غير مشروع فهو بدعة. جزاكم الله خيرا. أرجو أن تشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. نعم، بدأ الإسلام في مبدأ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم غريبا، حيث لم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا عدد قليل في مكة، ثم استمر صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويسلم معه الأفراد إلى أن كثر أتباعه صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم هاجروا إلى المدينة وكثر أتباعه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة المشرفة. فهو بدأ في الأول قليلا ثم ما زال يتزايد حتى أتمه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فبدأ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ومن ضعف، ثم تزايد وقوي واشتد حتى أتمه الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، يكثر المرتدون عن دين الإسلام، خارجون عن دين الإسلام من الفرق الضالة والمخالفة، ولا يبقى على الإسلام الصحيح إلا عدد قليل كما كان في أول الإسلام، وهؤلاء يسمون بالغرباء لكثرة من يخالفهم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. إلى من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: خلف عين ميم ميم شين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز أن يفطر الصائم إذا سافر لمسافة 81 كيلو متر؟ نعم، إذا سافر لمسافة 81 كيلو متر جاز له أن يفطر، وجاز له أن يقصر الصلاة، لأن هذه مسيرة يومين للراحلة، ومسيرة اليومين للراحلة هي مسافة القصر عند كثير من أهل العلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. اعتبر صلى الله عليه وسلم المسافة التي يشترط لها القصر من أجل السفر مسيرة يومين، دل على أن هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى للسفر. وقد قدروا مسيرة اليومين للراحلة ب80 كيلو في العهد الحاضر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني راعي غنم وتفوتني بعض أوقات الصلاة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل يجوز التيمم إذا كان الوقت لا يسمح لي بالوضوء؟ إذا كان قصد أن تفوت الصلاة يعني في الوقت، هذا لا يجوز، لا يجوز للراعي ولا لغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. أما الطهارة إذا كان عنده ماء متوفر فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يتيمم لوجود الماء، الأصل في الطهارة هو الماء. أما إذا لم يكن عنده ماء أصلا، أو كان عنده ماء قليل لا يكفي لحاجته ووضوئه، فإنه يتيمم ويستعمل الماء لحاجته، في هذه الحالة يتيمم ويستعمل ما معه من الماء لحاجته. كذلك لو كان قريبا من الماء وليس معه
بينهما، لكنه قريب من الماء بإمكانه أن يذهب إليه وأن يتوضأ منه، فهذا لا يجوز له التيمم لأنه واجب للماء بقربه. فالحاصل أن على هذا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصلي الصلوات في مواقيتها، وأيضا يتطهر بالماء إذا وجده وقدر على استعماله، فإن لم يجده أو لم يقدر على استعماله فإنه يتيمم ويصلي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صديق لي يسأل ويقول إنه متعلم لكنه لا يعرف بعض أحكام الصلاة، هل يجوز له أن يصلي بالناس؟ يصلي بالناس ولكن لا بد أن يتعلم ما جهل من أحكام الصلاة. إذا كان القصد أنه لا يعرف أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، إنه يجب عليه أن يتعلم ولو لم يكن إماما. يجب على كل مسلم أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها من أجل أن يؤديها على الوجه المطلوب إذا كان يمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه أن يتعلمها فإنه يصلي على حسب حاله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من العلا الشمالية الأخت المستمعة حفة سعد بعثت تسأل وتقول: لم أصل 7 أيام من شهر رمضان بعذر شرعي، وقد مر على ذلك 7 سنوات، فهل يلزمني القضاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. القضاء لا بد منه ولو تأخر عدة سنين، ما دمت تقبلين على القضاء فإنه يجب. أما التأخير عن رمضان الأول فإن كان هذا التأخير لعذر مستمر فإنه يكفي القضاء، وإن كان لغير عذر وإنما هو نتيجة كسل أو عدم مبالاة فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 1/2 صاع من الطعام لكل عن كل يوم تدفعينه لفقير. ولو جمعت مثلا صدقة الأيام كلها ودفعتيها لفقير واحد أجزأ ذلك أو لعدة فقراء. المهم أن أنه إذا كان التأخير لغير عذر يجب عليك أمران، بل يجب عليك 3 أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار مما حصل، والأمر الثاني القضاء، والأمر الثالث إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن المستمعة عين ميم تقول: إن أبي كان متزوجا قبل والدتي وأنجبت له ولدين وبنت وقد توفيت، ثم تزوج من أمي وأنجبت ولدين وبنتين ولنا بيت نعيش فيه، وقد كتب أبي هذا البيت لأمي وكتبته أمي لنا جميعا، والأولاد الذين من الزوجة الأولى لم يعطوا شيئا من البيت مع العلم أنهم قد كبروا وتزوجوا، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان كتبه للزوجة من باب العطية فلا بأس بذلك، ولكن هي لا تخصص بعض أولادها دون بعض، إنما تسوي بينهم العطية. إذا كان الوالد كتب هذا البيت لزوجته من باب الهبة لها والعطية لها فله ذلك، لأنه يتصرف في ماله ما دام في عقله وصحته، يتصرف بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز له أن يخصص بعض أولاده بالعطية دون بعض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة من اليمن باعثها المستمع يحيى ناصر خالد ومقيم في الدوحة. الأخ يقول: في شهر رمضان المبارك بعدما نقوم بصلاة العشاء وبعدها الإمام يجهر بعقد نية الصيام، فيقول: نويت أن أصوم غدا شهر رمضان إلى آخر، والمأمومين يرددون بعده هذا القول، فما هو الحكم وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا بدعة منكرة، إعلان النية للصلاة أو إعلان النية للصيام أو إعلان النية للوضوء أو الطواف أو كل العبادات لا يجوز إعلانها والتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في هذه العبادات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، هي محلها القلب، والله يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب بدون أن يعلن الإنسان ذلك لربه عز وجل، إلا ما ورد ذكر النية فيه، وذلك في ذبح الأضحية والعقيقة والنسك الحج، أن يقول الإنسان: اللهم هذا منك ولك، عقيقة أضحية هدي، هذا ورد به الدليل. فذلك عند الإحرام يقول: اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو بالحج، أو يقول: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا،
في هذين الموضعين ورد ذكر النية والتلفظ بها، أما ما عدا هذين الموضعين فيبقى على المنع، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على فعله، ولم يدل دليل على التلفظ بالنية في الصلاة، في الصيام، في الطواف، في الوضوء، في غير ذلك من العبادات. والنية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب بدون أن يعلن له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحضوركم.